طب تعالى نشوف بقى نظرة بقى ايه الدين في المجتمع ده. السلام عليكم يا شيخنا، معانا الدكتور احمد العشماوي، استاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الازهر. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أستاذتنا أستاذ سالي، ازاي بنعرف حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ احنا بنبارك لك على الجواز اولا، ونبارك الله لك على يخليك ويسعدك، تسلم لي الموسم الجديد من البرنامج. يا رب، وادعي لنا كتير يا شيخنا. ربنا يوفقك، كل سنه وحضرتك طيبه. على راسي وحضرتك. طيب انا عايز اسالك بقى، ايه راي المجتمع في اللي بيحصل وراي الدين في اللي بيحصل؟ يعني انا عايز اسمع منك الاثنين. انا سمعت من دكتور محمد هاني راي المجتمع، انا عايز اعرف الدين رايه ايه في الكلام اللي بيتقال ده. مش هو دايما بنقول فاصفر بذات الدين؟ طبعا. وبعد كده نرجع نقول في نفس الوقت انه اللي هيتوب من الذنب كأن لا ذنب له. امشي باني بقى اعمل ايه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ثم اما بعد. في الحقيقه هذه المشكله من اعقد المواضيع الموجوده في المجتمع. فكل انسان بيدعي الفضيله، والمشكله عندنا ان احنا بناخذ بالكلام. يعني الانسان بيبقى في مجمله وفي ميزانه ما هو الا سمعه وسيره. وعلى هذا الأساس فبنلاقي إن المجتمع ساعات بيكون مغلوط مع نفسه في الأحكام على الناس بسبب كلام. السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم تعرضت للقيل والقال. طبعا. فإحنا لابد إن إحنا حينما نأخذ حكم معين في مثل هذه القضية لابد أن نتفحص الموضوع وندقق. هل الكلام هو عبارة عن مثلا قصص حب، أو الكلام عبارة عن مواقعات زنا؟ يعني الموضوع يختلف. فإذا كان قصص حب فمن منا يعني لم يتعرض لهذا الموقف؟ يعني ما يصحش أبدا إن احنا نكون جلادين في مثل هذه الأمور. يعني كثير من الناس بيحرموا مثلا الحب وهم أول ناس بيحبهم. فلا بد ان احنا نكون واقعيين في مثل هذا الامر، لان ده تناقض ان الواحد يتكلم بشيء وينهى عن شيء وهو اساسا واقع فيه. اما لو كان الكلام على مواقعاتنا فهذه من الامور المشينه شرعا. وفي القران الكريم الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه. وحرم ذلك على المؤمنين. وبالتالي القرآن واضح في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم. فإذا الإنسان مطالب أن هو ينتقي الزوجة الصالحة. وفي حديث النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبالتالي على الإنسان إن هو يقيم. لكن القصة دي يعني فيها شيء من المصداقية. بمعنى إيه؟ إحنا عندنا مبدأ في الشرع يقول من غشنا فليس منا. فلو كانت الإنسانة بتلعب أو هي لعوب بتلعب على إنسان معين في مشاعر أو عواطفه من أجل أن تتستر على موقف معين لها في حياتها مشين، فهذا غش. أما إذا انبغت من نفسها وأوضحت ما عندها بدون خجل وواجهة، قالت له على كل حاجة يا مولانا، وقالت له أنا التائبة وبدأت تصلي. أيوة، هنا الخض. إذا اعترفت بكل شيء جملة وتفصيلا، وأعلنت أنها تريد أن تلقى إنسانا طاهرا يتقي الله فيها ويوجهها الى الطريق المستقيم. ممكن يكون العوض من ربنا يا مولانا. نعم، لماذا لا يتاجر هذا الانسان مع الله فيها؟ حضرتك احنا عندنا مثلا في التراث الديني السيده رابعه العدويه. وهي سيده التائبين والعابدين والزاهدين في التصوف الاسلامي. ماذا كان حالها قبل التوبه وقبل ان يكون لها هذا الصيت في التدين؟ يعني يا مولانا انا هسالك بقى سؤال اللي هو زي ما بيقولوا بالبلدي كده على بساطه كده. نعم. مين بقى، مين اللي هو، يعني مش هسالك لو انت مكان الحاجه زينب وابنك قال او بنتك، لانه واضح من 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 كلامك، بس مين دلوقتي منطقه او حجته اقوى؟
حاجة زينب ولا الدكتور عبد الرحمن؟ لا، هو الحاجة زينب رأت الموضوع بعقلها، أما الدكتور فهو رأى الموضوع بقلبه. ومين اللي كفته تربح يا مولانا؟ طبعا هو الإنسان إذا كان واضحا مع نفسه، يعني هو الأمر فيه شيء من الوضوح، لأنها هي اعترفت بنفسها، فهو أكثر الناس تحديدا. لأن ممكن واحد لو لم يخد التجربة، لو منع عنها بأي مانع وصار فيه مثلا شيء من العنال أو الجدال في هذا الأمر، فممكن يأتي الموضوع ده بنتائج عكسية، وبالتالي إحنا بنقدم النصيحة. ولو كان واحد يا مولانا بيصلي الفرض بفرضه وبيصلي في الجامع وبيجري على صلاة الفجر اللي هي ركعتين خير من الدنيا وما فيها، مش ممكن يكون ربنا جعله سبب لتوبة بني آدم صالحة، وربنا أكيد مش هيوقعه في الغلط أو في ابتلاء كبير ممكن يكون هو يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ممكن هو مش قدها فربنا جايبها له ان هو ياخد بيها ثواب وجايبه لها ان هو عوض. تمام حضرتك، ده انا عايز اقول لحضرتك على مش ده منطق ممكن نتكلم بيه؟ والمنطق الاعظم من ذلك ان احنا ممكن نشوف المجتمع، ان ممكن نشوف ما ظاهرهم ان هم طيبات وصالحات، لكن في الحقيقه عندهم من البلاء ما يكتب في دواوين. يبقى احنا بنعيش في عصر التمثيل، يعني في كثير من الناس بيحبكوا التمثيل، يمثلوا على الانسان اللي قدامهم ان هم ليس لهن نظير في العفه والطهاره والشرف، لكنهم على عكس ذلك. ايوه، لانه دول ربنا ساترهم، في ناس ربنا رفع عنهم الستر. فتقول ايه للحاجه زينب؟ وهني معاك بقى المكالمه يا مولانا. نعم، نقول للحاجه زينب ان كل شيء بقدر الله، فإن كان مكتوب في عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان سينكح هذه أو سيتزوج هذه الإنسانة، فلا محالة ذلك حاصل بإذن الله. لكن هي تقدم النصيحة قدر الإمكان، وتدعو لابنها بأن ينور الله له بصيرته. هذا ما عليك. أنا بشكرك ونورتنا وتسلم لنا يا شيخنا وعلى راسي. لا، تحياتي. كل سنة وحضرتك.